ولمناقشة أزمة الكهرباء في العراق ودور إيران فيها ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالبرون الناشط السياسي علي الخفاجي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، تحية طيبة لجنابكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. بينما تستمر الأزمة، أزمة الكهرباء في العراق، هناك قرار إيراني الآن بتعليق تصدير الكهرباء للعراق بزعم أنها تريد سد احتياجاتها الداخلية. برأيك هل يقبل هذا التسويغ في ظل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة في بغداد؟ سيدي العزيز، الجميع يعلم أن إيران تتعامل مع العراق كمحافظة وليس دولة. نعم. القرار المركزي في طهران. الحكومة دائما، الحكومة المركزية بجميع الدول إذا أرادت أن تتصرف تصرف عقاب أي محافظة أو ولاية من هذه الولايات فعليها بقطع الماء أو الكهرباء. إيران لا تعترف بالعراق كدولة، إيران تتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية. نعم. والدليل الوفد العراقي عند نزوله إلى مطار طهران لن ترفع العلم العراقي باستقبال هذا الوفد الرئاسي. نعم. لماذا تقطع الكهرباء عن إحدى ولاياتها إذن أو محافظاتها؟ سيدي العزيز، للضغط على حكومة الانتداب الحالي في الخضراء لمنعها إن فكرت بالعودة إلى الحاضنة العربية. نعم. هذا عقاب لهذا السبب. نعم. طيب إذا كنا نفهم يعني توقف تصدير النفط وغيره أو مستلزمات إنتاج الكهرباء، فلماذا في نفس الوقت تتزايد تفجيرات أبراج الكهرباء مع قرب الربط الكهربائي مع دول الخليج؟ هذه رسالة إلى جميع الشركات الخليجية والحكومات الخليجية أو العربية قاطبة، رسالة لا، ليس لكم أمان في داخل العراق إلا بموافقة إيران. هذه رسالة وجهها النظام الإيراني قبل الكهرباء، وجهها إلى الخط الصحي بحرق المستشفيات وقتل العراقيين المرضى. الآن تدمير الأبراج بكافة محافظات العراق هذا تكمل لسلسلة التهديدات المباشرة من حكومة إيران إلى الشركات المستثمرة إن حصل استثمار بداخل العراق. إذن المسألة تحمل أبعادا سياسية كما تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية. سيد العزيز، لا توجد هناك عملية سياسية أصلا بالعراق، ولا توجد أحزاب سياسية، وإنما هذه التصرفات لا أعتقد تصرفات سياسية وإنما تصرفات عصابات قاتلة مافوية للتقاتل فيما بينهم. هم على أبواب انتخابات، هذا مشروعهم الانتخابي، فليعلم الجميع أن هؤلاء ليس لهم أي مشروع سياسي أو مشروع انتخابي لخدمة المواطن العراقي. أنا أجزم طبعاً إنه هذا المشروع أو هذه الأعمال ليست سياسية وإنما ولذلك الشعب العراقي عاقبهم في الانتخابات السابقة عندما كانت نسبة المشاركة ضعيفة جداً ولافتة للانتباه المراقبين. هل تتوقع أن يفعلها الشعب العراقي مرة جديدة في الانتخابات القادمة لو حصلت؟ لذلك أنا ذكرت أن هؤلاء ليس لديهم أي مشروع انتخابي أو مشروع خدمي للشعب العراقي، فعلى الشعب العراقي أن يرفض الانتخابات وليس المقاطعة أو الممانعة. نعم. الرفض التام لهذه الانتخابات. نعم. أشكرك جزيلا سيد علي الخفاجي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.